السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اليوم التحركات ديال عادل تعرابت من اللي صراحه مشى الامارات، بدا كيبين المستويات ديالو، حسيت به خرج من المركز ديال الارتكاز وبدا كيتقدم لقدام. كما شفتوا اخر مباراه كان سجل فيها ضرب مقاصيه عالميه، وهذه المره من جديد ها هو ولا عاوتاني سجل مع الفريق ديالو، مبيض الحارس بالطريقه ديالو، هو اصلا عزيز عليه البيض ودائما كيسجل لنا الاهداف البيض. الا قلت لكم الاخوان ديالي، غير هذا الاسبوع كنتفرج في اللقطات ديالو كنقول والله ما كان كيبان معاه لا رونالدينو ولا الفنانه كاع اللي كتعرفوا لها ولا نيمار، كان فنان كبير كبير كبير، ولكن دوماج خرج على راسو، كان يكون صراحه شي حاجه اسطوره، ما كاينش والله ما كاين. المهم الاصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا التحركات ديال عادل تعرابت والهدف اللي سجل، انتم شوفوا حكموا عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا على ذاك اللايك، اللايك ديالكم اخوتي مهم بالنسبه لي، وكنشكركم راه بزاف كتفاعلوا معايا، الله يعطيكم الصحه. اصدقاء ديالي، بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا التحركات ونتلاقاو في النهايه. اللقاء ديالي خوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش خوتي الاعزاء، تبركوا على ذاك اللايك، بارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، ما كرهتكمش خوتي الاعزاء، شاركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العادة كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. ما تنسوا الشعار ديالنا كيف ديما اللي هو لايك باش الفيديو يتبارطاجا يوصل لجميع المغاربة. السلام عليكم.